حكايتنا اليوم باش تكون من المحل هذا نو براند. كيما تشوفوا المحل هذا مش بعيد على جاردن 5. طبعا ندخل نوريكم الاسعار. هيا معانا شوفوا شنو موجود. باهي نبداو من هنا. هذا كيما تشوفوا الشيبس او رقائق البطاطا. الاسعار كيما شايفين 1280. هذا كان بعض الكوكيز يعني بسكت، واللي من فوق كان كراكرز. يعني هذا كل كان في قسم السناكس، اللمجات او اشياء يعني مملحة مثل شيبس او نوتس. مثل ما حكيت لكم هذا المحل اسمه نو براند. انا حسب اللي فهمت انه هو تابع ايمارت، ولكن ارخص الاسعار. يعني شوفوا هذا الكوكيز اللي هو البسكت 1980، لكن تشوفوا السطل الكبير شوي، بس يعني لما رفعت السطل حسيت نصفه فاضي اصلا. هذا كما شايفين هنا سناكس pastries. هذا نوع بسكوت صغير بس على شكل animals، حيوانات. مثل ما شايفين يا جماعة هون في هذا الكوفي instant coffee، يعني هذا ice coffee اللي هي يعني قهوة مجهزة. سعر يعني ما أدري، مثلا هذا سعره 3980 وون، في 16 جرام في 18 باك. شاي هذا شيء كوري بيسموه تي، هم بيسموه شاي، بس شوفوا الحين جيجو جرين ماندرين تي. هذا بيسووه للشتاء، بيكون مصنوع يعني هو مثل المارمليد، بيكون مصنوع من أشياء كثيرة. هذا شكله ليمون، بس في منه أنواع فواكه مختلفة شفتهم، فبيخلطوه مع المية الدافية. بوريكم، بسوي فيديو مرة ثانية أوريكم كيف يتسوى. هذا شكله تونة مع فيجيتابل تونة. شايف الأسعار 5280 ثلاث حبات. هذا برودكت يشبه النوتيلا كرانشي بينات باتر، هذا البينات باتر. وهذا هيزل نت شوكو كريم. هذه الأسعار. هذا الجام يعني المعجون، شوفوا كيف هذا، في معجون الفراولة، في معجون هذا الجلي أو الجلو كانديز. يعني شوفوا الأسعار هنا، هذا أعتقد 1389 جرام، يعني ما يقارب كيلو ونصف. هذا السعر. نرجع للمعجون. هذا المعجون شوفوا السعر هنا، يحط لكم 100 جرام سعره 535. يعني هاي كلها الحبة كلها اللي فيها 800 جرام سعرها 4280. وهنا في عنا هاي البوتل اللي هي سعرها كل 2180 جرام، 2180 وون، بس الوزن 450 جرام. هذا في الزيتون هناك سعر 1780. هذه النودلز الانستنت نودلز السريعة التحضير، يعني هي شكله في ما ادري كم حبة، يعني الحجم كبير والسعر 2480. الحين انتقلنا قسم مواد التنظيف و
ديلي مويستر اويل، مواد العناية بالبشرة. شوفوا الأسعار، هذا الجرين تي وال يعني الشاي الأخضر أو الشاي المجهز، هذا شرب الألوفيرا، السعر 980. هنا في عنا الجوس، يعني هاي ممكن 1 لتر، أعتقد هذا 1 لتر، وهذا السعر. هاي الإلكترولايتس أو مثلا ناس بتسوي هايك ياخذوا هذول يشربوهم، يعني فيه ممكن 1.5 لتر، وهذا السعر. هذا الرز، رز الكوريا، شايفين كيف حجمه صغير مثل رز السوشي، 16800. هذا ممكن 3 كيجيز، 3 كيلوغرام. هذا ميكست جرينز، يعني حبوب مختلطة، السعر 9980، والحجم 4 كيلوغرام. هاي الصورة الحقيقية مثل ما شايفين هنا، يعني في قمح، شعير، ممكن فيها لنتل كمان، عدس، ومثل ما شايفين في الصورة هذا بيكون نفس المنتوجات جوا. يعني هنا كمان مواد العناية بالبشرة أو تنظيف الأسنان، الشامبو، كولين شامبو. interesting. هذا repair treatment، هذا ما أدري إيش، ممكن مثل بلسم قد يكون، ما أدري. أي body cream، سعر 8980. هذا اسمه roasted sesame powder، يعني الجلجلان أو السمسم، حبوب السمسم، يستعملوها كثير في الأكل هنا. هذا دريسنج، يعني أكيد سالاد دريسنج. هني عسل، شوفوا العسل، هذا 1 كيجي، والسعر 8480. ما أعرف أي نوع عسل الصراحة، بس ما أدري إن كان يعني عسل حقيقي أو لا. هذا السكر، سكر براون، هذا 2 كيجي، وفي 3380 وان. هذا السكر الأبيض، في 2 كيجي كمان، وهذا السعر. هذول ماسكات الوجه وريلاكسين تي تري، شوفوا هذا الماسك، ما أدري كم من حبة فيه. شوف هذا الباستا مكروني، ما أدري هذا ممكن يكون 400 جرام، 500 جرام، هذا السعر 980. هذا سباجيتي، وهذا الأويل، الزيوت، يعني زيت القلي أو جريب سيد أويل، شايفين هناك. هذا ممكن 2 لتر، إيه، وهذا كمان 2 لتر، بس هذا إكسترا فيرجن أوليف أويل، يعني زيت زيتون. هذا زيت الكانولا مثل ما شايفين، هذا الكانولا، وهذا السعر. وهناك في جريب سيد، يعني أنا أول مرة بشوف زيت العنب الصراحة. منطقة الخضار، شوفوا هذه الأفوكادو، في الكيوي، هذا ما أدري إيش هذا الفواكه، في العنب هنا. هاي الطماطم سعرها 5980، ممكن حجم الكيلو مثلا. هذا اللتس، يعني 1780. هذا زوكيني صح أعتقد، هذا ممكن زوكيني، 1080، يعني سعر الحبة. هنا في عنا هذا الديش واشن ليكويد، يعني الصحون، غسل الصحون، هذا السعر، الحجم 1 لتر. هذا هنا داوني، يعني أكيد كل الناس تعرف داوني. هذا في منه فابريك سوفتنر، يعني شو يعني فابريك سوفتنر بالعربي،
بفسر لكم بعدين. وهذا concentrated fabric softener، هذا سعره 11980، بس فيه 5 لتر ونصف. هذا الفابريك سوفتر يعني ملطف، ما ادري الصراحه، ما لازم اشوي ترجمه حتى اعرف شو هذا بالضبط. هذا روزماري اوكاليبتس، يعني الاروما اللي فيه، وهو ديترجنت. هذا 3 لتر 3 لترز، وفي 7981. هذا الوات تيشو 980 سعر الحبة، سعر هي الحجم يعني مقبول، فيه 100 حبة. هذا أوراق المراحيض تويلت بيبر 8980، وفيه 30 حبة. هي أسعار الفوط الصحية، الفوط للنساء. هذا السعر 3780، ما أدري كم من حبة موجود صراحة. هذا منظف المراحيض مثل ما شايفين هنا. هذا شكله درين كلينر، يعني هذا لل ممكن لما يكون في حالة انسداد في البايبس مثلا. هنا الساعات، هاي كونتينرز الأكل، يعني تفهم الغداء أو كذا. هاي تولز مثلا للناس اللي تستعملها. هذا بالنسبة للأسعار كمان. هذا البيض، هي حبة هذا كل بيض أعتقد فيه 30 حبة، 4380، أكيد أرخص من إي مارت أكيد. هذا اللحم يعني 1081، ما أدري كم، ممكن 1 كيجي أو أقل، بس صراحة ما أدري، هذا اللحم ممكن يكون خنزير، يعني ما أعرف، لأنه مرات بيكون في صور مرات لأ. هذا بيف، هذا لحم بقر مثل ما شايفين، يعني مرات تكون في صورة مثل هاي فأنتوا تفهموا إنه بيف أو تشيكن، بس مرات يكون ما في صورة مثل هذا فمش واضح إيه هو. لو مرات من الأحسن تستعملوا يعني أبليكيشن للترجمة حتى تفهموا شو اللحم اللي بتشترونه. بس عموما هذا اللحم مش حلال، يعني حتى تشيكن، يعني لأنه طريقة الذبح أكيد مختلفة. هذا chopped roast chicken، بس لمعلوماتكم حتى تعرفوا الأسعار، هذا 800 جرام، والسعر 3880. هي أشياء للكوي، لنشر الملابس، للبيت بصفة عامة. يا هذا مثلا في عندهم هنا الليجنز اللي هو ما أدري كم من حبة، هذا بس شكله أكثر من حبة جوا. السعر 6980 أو 5 pair pack، يعني فيه 5 حبات جوا، سعر معقول يعني. هذا كمان 5، هذا اللي هو شوفوا الحجم حد لفين يوصل، يعني اللي هو حجمه صغير مش كامل. هنا في اليوغورت، هذا ستروبيري يوغورت، هاي فيها ممكن لتر مثلا، هذا السعر. هذا امريكانو، يعني ما ادري، ممكن فيه 500 ملل، يعني نصف لتر قهوة مجهزة، وهذا سعرها. هذه اللاتي، هذا السعر، هذا نصف لتر 500 ملل، يعني حليب. هذا يكون 1 لتر أكيد، وهذا الحجم والسعر. هذه أسعار السيفود المجمد، فروزن فيش مثل ما شايفين تحت، هاي حبة سمك كاملة. هناك في الشريمبس أو الجمبري، هذا الأخطبوط أوكتوبوس
ما ادري السعر بالكيلو او بالحبه ما اعرف. هذا الفريج كبير هنا فيه كثير انواع اشياء مجمده. هذا بيكون ما ادري هو لحم بس ممكن يكون خنزير او ما اعرف صراحه. هاي في الفروزن فروتس يعني الغلال المجمده. يعني غلال مجمده اغلب الناس تستعملها للشيكس درينكس مثلا بالنسبه للناس اللي تروح للجيم يعني انه بعد الجيم يسووا شيك ميكس. انا نفسي مرات اسويه احكي لكم عليه مره في فيديو. ادوات المكتبيه او القرطاسيه، البنسلز، اوراق، اقلام. هذا الشعر صح، هير ستريتنر، شوفوا 12800. هذا التليفون، كمبيوتر، الماوس. هذا سعر الجلوبس. هذا سعر الفاينل ديسبوزابل جلوبس. هي يعني الجلوبس تستعملوها وبعدين ترموها. هذه الصحون مثلا كمان اللي يترموا لأعياد الميلاد او حفلات صغيره. هذا الكبس مثلا شوفوا هذا سعره 2980. كوفي كاب او مج، هذا سعر الكونتينرز. شوفوا هاي الوعاء الزجاجي، هذا السعر. يعني نو برينز اسعارها ارخص من ايمارت. انا ما اعرف بس اعتقد هي نو برند تبع شركه ايمارت، بس ما ادري ليش الاسعار ارخص وما اعرف. بس مثل ما شايفين في كثير اشياء اسعارهم ارخص من ايمارت اكيد جدا يعني. اوكي يا جماعه، شكرا على حسن المتابعه. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. لو عندكم تعليقات كيف العاده خليهم في الكومنتس، ومرحبا بكم.